حياكم الله معنا في ترو جيمينج. اليوم جايبين لكم واحد من أهم الأجهزة في سنة 2024، كلام عن لابتوب ROG زفرس G16، واللي هو مرشح يكون أفضل لابتوب لهاي السنة بأكملها. ليش يا ترى؟ خلينا نشوف. أجهزة ROG زفرس كانت دائما سباقة في المواصفات التقنية. في سنة 2017 كان عندنا جهاز GX501، كان أول لابتوب جيمينج في العالم بتصميم نحيف وبتقنيات ماكس كيو من انفيديا. والآن مرة ثانية بترجع أجهزة ROG زفرس مع مزايا ثورية. G16 اللابتوب اللي بنتكلم عنه اليوم هو أول لابتوب في العالم بيستخدم شاشة OLED بتردد 240 هرتز. هذا الاشي بيعطينا صورة فيها نقاوة عالية جدا، صورة ما فيها أي نوع من الضبابية أو التغبيش خلال الحركة خلال الانيميشن خصوصا في الألعاب. وهو أيضا أنحف وأخف لابتوب جيمينج موجود في 2024. الجهاز عنده أيضا 32 جيجا بايت رام، 1 تيرا بايت مساحة تخزين، ومعالج متطور جدا جدا رح نعطيكم تفاصيله. هذا أول معالج من شركة انتل فيه وحدة خاصة لمعالجة الذكاء الاصطناعي. الجهاز فيه معالج كور ألترا 9 من شركة انتل 185H، أول مرة معالج من شركة انتل بيكون فيه وحدة خاصة لمعالجة الذكاء الاصطناعي. وبحلول العام القادم 2025 حيكون عندنا أكثر من 300 تطبيق بتدعم وحدة المعالجة هاي لتسريع الحسابات، لتسريع الأداء المتعلق بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي في اللابتوب أيضا راح يعطينا مزايا تانية، راح يساعد في تسريع أداء الألعاب اللي بتدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي خصوصا لرفع الدقة مثل تقنية انتل XESS، وأيضا راح يساعد في ترشيد استهلاك البطارية، ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال إدارة موارد الجهاز بطريقة ذكية. ولو بنتكلم عن الأداء، المعالج عنده 6 أنوية سريعة، كل نواة فيها إلها 2 threads و 8 أنوية اقتصادية ونواتين باستهلاك منخفض للطاقة الكهربائية، والمجموع إجمالاً 22 مسار للبيانات موجود من خلال هذا المعالج. يعني عندنا قدرة مالتي تاسكينج جدا هائلة في هذا اللابتوب. طيب خليكم معنا عشان نجرب الجهاز. زي ما احنا شايفين تصميم اللابتوب أنيق وجميل جدا باللون الفضي، وإضاءة الـ RGB جميلة وأسلوبها راقي جدا على الغطاء الخارجي. الأزرار فيها نوع من السمك ومقاومة الضغط فيها تعطي شعور رائع جدا عند الطباعة. وبالنسبة للمنافذ الموجودة في الجهاز، عندنا من يسار المستخدم منفذ HDMI ومنفذ USB عادي ومنفذ Lightning وفتحة السماعات 3.5، ومن اليمين عندنا منفذ USB Type-C وعندنا منفذ USB تاني عادي، وعندنا أيضا قارئ بطاقات الـ SD Card. شاشة الجهاز من أكبر المزايا الموجودة فيه، زي ما ذكرنا هي أول شاشة لابتوب في العالم بتقنية OLED وبتردد 240 هرتز، وذكرنا أنها بتعطي سلاسة غير طبيعية في الحركة. لكن هاي مش الميزة الوحيدة، لأنه إحنا بنحكي عن شاشة OLED اللي بيعطي مستوى تباين لا نهائي أو Infinite Contrast بفضل قدرته على أنه يطفي كل بيكسل ويتحكم فيه بشكل مستقل. مستويات اللون الأسود وعمق اللون الأسود في الشاشة Exceptional. احنا بنحكي عن شاشة دقة عرضها ايضا مرتفعة، بدقة عرض 2560 في 1600 بيكسل بابعاد 16 الى 10، وسطوحها بتجاوز 500 شمعة، وايضا بتدعم تقنية النبولة HDR من اسوس. بشكل عام هاي واحدة من افضل شاشات اللابتوبات اللي مرت علينا لحد الان. ايضا من اكبر المزايا الموجودة بالجهاز هي السماعات، توقعنا انها تكون بجودة عالية من أول ما شفنا حجمها الكبير والممتد على طول لوحة المفاتيح، وفعلا صوتها مرتفع جدا. خلينا نسمعكم تجربة إلها. الصوت أيضا متوازن مع بيس قوي وأصوات بشرية نقية واضحة، لكن حبينا نعمل اختبار لفتحة السماعات وقدرتها على تشغيل السماعات الاحترافية، وشبكنا فيها سماعة مقاومتها الكهربائية 300 أوم. فكيف بتتوقعوا كانت النتيجة؟ اللابتوب قدر يشغل السماعة بصوت مرتفع جدا، وبالتالي ما في أي حاجة لشراء مضخم صوت للأشخاص اللي بيستعملوا سماعات استوديو أو سماعات احترافية. اللابتوب لوحده قادر على أنه يقوم بالمهمة بالكامل. أداء الجهاز كان ممتاز مع الألعاب، قدرنا نشغل Shadow of the Tomb Raider بأعلى الإعدادات وبأداء تجاوز 70 إطار. Resident Evil 4 شغلناها بإعدادات بالانس وأيضا قدرنا نتجاوز 60 إطار فيها. لعبة مثل Alan Wake 2 اللي هي ممكن تكون أكثر لعبة متطلبة في الوقت الحالي على البي سي، شغلناها بمعدل تجاوز 50 إطار مع تفعيل تقنية DLSS Quality ومع تفعيل Frame Generation. درجة الحرارة خلال اللعب والجهاز مفصول من الكهرباء كانت ممتازة بشكل عام.
المعالج وصل معنا 69 درجة، والرقاقة الرسومية أيضا كانت درجة حرارتها بالستينات لكن أقل من المعالج. لكن في حال توصيل الجهاز بالكهرباء درجة الحرارة بترتفع، وصلت معنا أثناء اللعب ل 88 إلى 89 درجة مئوية تقريبا بالنسبة للمعالج. لهذا السبب بننصح باللعب مع فصل الجهاز من الكهرباء، خصوصا أنه الجهاز قادر على تقديم أداء مرضي بإعدادات رسومية جيدة جدا إلى ممتازة. بطارية الجهاز بتستمر بين 9 إلى 11 ساعة تقريبا مع الاستخدام المتنوع بين تصفح الانترنت ومشاهدة الفيديوز على اليوتيوب وجلسات اللعب الخفيفة. الخلاصة، هذا إجمالا راح يكون أفضل لابتوب متعدد الاستعمالات في 2024 بفضل تصميمه الأنيق والجميل والرسمي. ممكن تاخده معك على الشغل، تستخدمه في صنع المحتوى، تستخدمه في أداء وظائف مختلفة، وبعديها ترجع مرة تانية في البيت تستفيد من المزايا من الكومبوننتس الراقية، وتستخدمه في جلسات الجيمينج، وتستخدمه في جلسات الانترتينمنت. الجهاز توب نوتش من كل النواحي، المواصفات ممتازة، التصميم رائع، السماعات جدا جدا ممتازة، وهي فعلا فعلا أفضل سماعات لابتوب جربتها لحد الآن. أيضا الشاشة جدا ممتازة، سواء تردد سواء ألوان سواء سطوع أو أيضا دعم الـ HDR، فالجهاز بكل أمانة راقي ومتكامل بكل معنى الكلمة. وبالنسبة للسعر ومعلومات التوفر وأي تفاصيل إضافية عن الجهاز بتقدر تشيك الديسكريبشن في الأسفل عشان تعرف تفاصيلها. انتوا حكوا لنا في التعليقات رأيكم بالجهاز، وتابعونا إن شاء الله عشان تشوفوا أجهزة ثانية ومقاطع ثانية في فيديوهات قادمة بإذن الله. يعطيكم العافية.